أبوه ميت قبل ما يولد يعني البنت، وما كان واحد يضغط عليه أن يلبس العمامة وإلى آخره. وذاك الوقت الحرية هي أن يصير أفندي، لأن أفندي للتعليم. ثلاث كتب وقعت بالحقيقة اليوم، كتاب عن الجواهري اللي هو معايشة للجواهري ومناسبة كتابة قصايدة، والكتاب الثاني هو عن روايتي باب الفرج اللي هو قصة النجف، تاريخ النجف منذ سنة 1906 إلى 1919، أي فترة الاحتلالين. والكتاب الثالث اللي هو الناس جابوا لي خلال الفترة هو كتاب عن النجف نفسها. هذه الفترة السنوات الأخيرة أنا قضيت بشكل كبير أكتب عن النجف، حسيت أنه موجودة في داخلي ولازم أكتب عنها حتى أنطيها وفاءها.